بسم الله الرحمن الرحيم، نحاول إكمال حل التمرين الثاني لموضوع رياكشن توربين. طبعا نروح هذا الموقع مالتنا، موقع تربو ماشينري توتوريال. تروح طلاب تقدر تفتح المحاضرة مالتك، فبالتالي تظهر عندك المحاضرة والحلول والمسائل. أرجو أن الجميع يعني ينضمون لهذا الكلاس لأنه هو مهم، التمارين مرتبة بشكل صحيح. هسه نروح نحاول نكمل المثال رقم 2 في موضوع الرياكشن توربين. المثال رقم 2 هذا شنو عندنا؟ ايضا انورد فلو رياكشن توربين، انورد وركينج اندر هيد اوف 25 متر، ارتفاع الماء عندك هنا 25 متر، الرننج 300 ريفولوشن بير مينيت، ذا فيلوسيتي بروفيري ويل از 30 متر. من يقول لك بروفيري، من يقول لك بروفري يعني يمثل لك حدود خارجية، الحدود الخارجية. إذن هو مطيك قيمة اليو، سرعة اليو اللي قيمتها 30 متر بير سكند، and the velocity of flow is 4 متر بير سكند. مطيك أيضا الفلو 4 متر، VF1 مطيك إياها، إذن هي 4 متر بير سكند. if hydraulic losses، عندنا خسائر hydraulic losses مقدار 20% of the available head and the discharge is radial. بالتالي هو قايل لك انه ال discharge الخروج هو radial، ومن قال لك الخروج radial يعني معناها انه الالفا 2، الالفا 2 راح تساوي لك 90 درجة، الالفا 2 راح تساوي 90 درجة. المطلوب the guide blood angle inlet، the guide blood، من قال لك guide blood؟ طلاب ترجع يشوفوا للمحاضرات. من يقول لك guide blood، هاي guide blood، guide blood angle، اذا هو طالب من عندك الالفا 1، طالب من عندك الالفا 1. بعد شنو الطلب الثاني؟ هنا الطلب الثاني اكو مشكلة، the wheel angle at inlet، الويل انجل at inlet. هنا يعني حسب المحاضرات اللي عندنا طلاب، يعني من يقول قيمة البيتا 1 لازم يقول لك مثلا هنا الفان انجل مثلا، يعني الويل شوية اتصور بها مشكلة، فتحسبها الفان انجل، الفان انجل، لان ماكو شيء يمثل لك على الويل. نحن ما نتكلم على الويل، احنا نتكلم على البلاد او على الريشة، دا نتكلم احنا عليها على الفان. فبالتالي هاي تعتبر انه هو رايد قيمة البيتا 1، الفان انجل، الفان انجل. يعني إذا قال لك بليد أو فان بالسؤال، بالتالي هي تمثل لك قيمة البيتا، تمثل لك قيمة البيتا. يعني هنا أنا مو ويل أنجل، هنا خليها بليد أو فان. زين، الثالث the diameter of the wheel، من هنا رايد من عندك ال D، قيمة ال D1، قيمة ال D1. زين، لحل هذه النوع من الأسئلة، أول شيء تكون المخطط الانورد ده تعرفه شلون ده يكون، وبالتالي احنا حلينا هذا السؤال. هذا راح يصير هذا المخطط، هو قايل لك ديسشارج راديال، فبالتالي قلنا من ديسشارج راديال يعني الالفا 2 راح تساوي لك 90 درجة، فبالتالي الفي اف 2 راح تساوي لك الفي 2، الفي ورا راح تساوي صفر مثل ما قلنا بالتمرين الاول، وهذه الشكل راح يكون مال المخطط لانه ديسشارج راديال. بالنسبة للإلت الدخول، هذا الشكل من المخطط اللي عندنا بالمحاضرات، هذا الشكل راح يكون عندنا. هاي الفي ابسوليوت، هاي الفي ريليتيف، هاي الفي اوف فلو، هاي عندنا الفي ورال تانجيشال مماسيه اللي دائما احنا نحتاجها، وهاي قيمه اليو 1. هسه هنا هاي طبعا اعطيتك حل انه البريفري معناها هو الحد الخارجي، ومطيني ما دام هو قايل لي البريفري اوف ويل از 30 متر بير سكند، اذا هو مطيني قيمة اليو، قيمته 30 متر بير سكند. بعد شنو قايل لي هو ديسشارج راديال، اذا الفا 90 درجة. وبعد شنو معناته؟ معناها فيورال 2 تساوي صفر، ليش؟ لانه ديسشارج راديال. هسه نجي حسب القانون الاتش داش شو يساوي لك اليو في الفي ورال 1 ناقص في 2 في في ورال 2، بما انه راديالي هنا الديسشارج، هذا اذا الفي دبليو 2 راح تكون صفر، بالتالي هذا المركب كله صفر، اذا صار الاج داش تساوي لك اليو في الفي ورال 1 على جي. زين،
اليو معلومة، الفيورا غير معلومة، وهذه معلومة. هسه خلينا نجي الأجداش. الأجداش ايش قايل لك هسه هو هنا؟ أنا عندي خسائر، هو الارتفاع عندي 25 متر، بس أنا عندي خسائر مقدار 20%. هايدروليك لوسز عندي مقدار 20% اوف افايلبل هيد، من الهيد اللي عندي. بالتالي انا ايش راح يكون الهيد لوسز؟ 0.2 من الهيد الكلي. اذا 0.2 من ال 25 بقت 5 متر. اذا هاي الاجداش اللي عندي، هاي الاجداش قيمتها هي الهيد الكلي ناقص الهيد لوسز. بالتالي 25 ناقص 5 بقت 20، هاي القيمة تمثل قيمتها 20، اذا تساوي لك 20. بقى شنو مجهول عندي؟ بس الفي ورال، الفي تانجنشال، يعني من اقول الفي ورال يعني الفي تانجنشال، مركبة المماسية للفي، هذه مركبة المماسية الى الفي، مركبة المماسية للفي. بالتالي استخرجنا قيمة الفي، طلعت عندي ايش قد؟ 6.54 متر بير سكند. زين، هسه انا اجي اباوع للسؤال للدايجرام. هاي الفي ورال عندي هنا، وهاي قيمة اليو. حسب الشكل هذا يا هو الاكبر، قيمة اليو لو الفي ورال؟ اكيد راح تقول لي الفي ورال اكبر من اليو، بس من اباوع انا هنا الفي ورال 6.54، قيمة اليو 30، اذا صارت الفي ورال هذه اقل من قيمة اليو. شنو هذا الموضوع يمثل لي؟ هذا الموضوع يمثل لي انه ما دام اليو اكبر من الفيورال، اذا هذه النقطة، هذه النقطة اللي هنا راح تبدي تتقدم. هي ما قال لك ديتشارج بالانلت راديال، فبالتالي هي راح تكون اكبر من قيمة الفيورال. اذا هاي النقطة، هذا الرأس راح يتوجه اكثر من قيمة الفيورال، اكثر من قيمة الفيورال. هذا الشكل سويته هنا، شنو اللي راح يصير؟ شوفوا هسه من هذه راح تتقدم لهنا. شوفوا هنا الفي ريليتيف بهذا المكان، الفي فلو نفسيته هذا راح تكون هنا. هذه اللي راح يصير، هذه من تقدمت، هاي تقدمت هنا صارت. شوفوا هاي الفي ريليتيف صار تجاهها بهذا المكان، اليو صارت اكبر من الفي ورال، وهو الموجود عندنا اكبر من الفي ورال. زين، فبالتالي الشكل الدايجرام تحول الى هذا الشكل بالإلت، الى هذا المخطط بالإلت، بالاعتماد على شنو قلنا؟ لانه قيمة الفيورال هي اقل من قيمة اليو، اقل من قيمة اليو. بالتالي راح تكون البيتا 1 اللي هي تمثل لك هذه راح تصير اكبر من 90، اكبر من 90. هسه تبي نشوفها هسه هنا صارت اكبر من 90، مجرد طلاب هاي تنقلها الى هذا المكان صارت اكبر من الفي ورال، وكانما متجه و يعني الزاويه مالته تزداد، هذه الزاويه تزداد فيصير في هذا المكان، مثل هذا الشكل راح يكون عندي. زين، من هذا الشكل انا احتاج اول ذا جايد بلاد ات الت اللي تمثل لك الفا 1. اذا الفا 1 تان الفا 1 هي الفي اف على الفي ورال 1. ال في اف هو مطيني اياها بالسؤال 4 متر بير سكند، هذه فيلوسيتي اوف فلو 4 تقسيم على قيمة الفي ورال اللي انا مستخرجها. هاي طلعت قيمة الالفا 1 31.45 درجة، هاي قيمة الالفا 1. بعد احتاج قيمة البيتا 1، ذا فان انجل ات الت بيتا 1، هذه شلون استخرجها؟ اخذ المتممة طلاب، هذه المتممة 180 كلها ناقص بيتا 1، طلعت عندي المتممة تان إلها، تان 180 ناقص بيتا 1 شي مثل لك المقابل هذا في اف 1 على هذا المجاور، هذا المجاور، هذا شي يمثل لك؟ هو يمثل لك اليو ناقص الفي ورال، اليو كلها ناقص الفي ورال، اليو عندي والفي ورال عندي. فبالتالي هذه او اقدر استخرج قيمة بس مجهولة عندي فقط البيتا 1، واستخرجتها طلعت قيمة الزاوية 170. الثالث اللي هو رايد الدايمتر اوف ذا ويل دي، اني اليو قيمته عندي، الباي دي 1 عندي، الان موجوده عندي 300 ريفولوشن بير مينيت على 60، اعوض الجميع فقط المجهول عندي قيمه دي 1 تطلع لي 1.91 متر. السؤال لطيف وبي فكره ايضا لطيفه، اتمنى يكون شرحي واضح لكم، وشكرا جزيلا.